رغم انتشار ظاهرة الغش في الآونة الأخيرة، يحاول أبناء محافظة تعز الحد من هذه الظاهرة من خلال حملة توعوية قام بها مجموعة من الشباب تحت شعار لنسمو بالعلم. وتهدف هذه الحملة إلى توعية المعلم والطالب بمخاطر ظاهرة الغش. من أجل أن نسمو بالعلم، حاول شباب تعز إيصال رسالة مفادها رفع الوطن بالعلم من خلال توعية العديد من المعلمين والطلاب بأهمية العملية التعليمية التي باتت تسير نحو الهوية، خصوصا في الآونة الأخيرة بعد أن أصبح الغش الوسيلة الوحيدة لتحقيق أعلى المستويات في الثانوية العامة. البرنامج أعتقد أنه من أروع البرامج، لأنه هناك ظاهرة اسمها ظاهرة الغش، وهذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير في مدارسنا وأثرت على التعليم، فهذه الظاهرة لابد أن تقمع وتنبذ. إحنا أكيد بحاجة هذا البرنامج في هذه الأيام التي ضاع فيها معنى التعليم وضاع فيها معنى أهمية المدرس. نحن بحاجة لهذا البرنامج على مدار العام الدراسي. إن شاء الله وزارة التربية والتعليم تعمل بهذا الموضوع على طوال الفترة الدراسية. كما عملت الحملة التوعية المجتمعية باستهداف أسر الطلاب وتوعيتهم بالأثر السلبي الذي سيعود على الوطن وأبنائهم إن استمر تدهور التعليم بركون الطلاب على الغش، والذي سيجلب جيلا يفتقر للعديد من الإمكانيات وقد يرمي بهم في مربع الجهل. استهدفوا المعلمين، كان أمس في قمة في يوم السبت مع المعلمين، واستهدفوا اليوم أولياء الأمور وكذلك الطلاب، فهذه الثلاث المحاور الأهم المهمة في محاورة الغش، فنحن سنقف يد بيد مع هذه الجماعة حتى نقضي على هذه الظاهرة. من أهداف هذا البرنامج هو الحد من ظاهرة الغش الذي تفشت في هذه المحافظة والتي آثارها سلبية على الفرد وعلى المجتمع وعلى الطالب على كل شرائح هذا المجتمع. حفاظا على العملية التعليمية من الانهيار، تبذل الجهود بتوعية فئات المجتمع وبتوقف تلك الجهود وتجاهل الجهات الرسمية، قد ينتهي التعليم في اليمن.